محاولات التخيل أن أكون شاعرة في البداية، كنت أكتب أجمع الكلمات أنظمها معا وأخل نفسي شاعرة أقارع الآخرين بالكلام، ثم وجدت الشعر يسجنني أو يقيدني، لا أستطيع أن أتحرك بسهولة. رائحة الحبر الآن، يعني مجرد ما نقول كلمة الصحافة تأتيني تلك الرائحة، ونعتبرها أجمل الروائح بعد رائحة أمي، أجمل الروائح اللي أنا لما نتذكرها نشعر بسعادة فعلا. فقال لي الصحافة كلمة لا أنساها إطلاقا، قال لي الصحافة شيء والأدب شيء آخر، هناك فرق كبير بينهما، أكتبي للصحافة كما ترين وأكتبي للأدب كما تشعرين. الاهتمام بالأطفال نابع من كوني قائدة في الحركة الكشفية، أقود فرقة فتيات، أقود أنشطة متعددة في الكشف، فكنت لصيقة دائماً بالمراحل الطفولة، وكنت دائماً أحاول أني أنا أنجب لهم الشيء اللي يناسبهم. تجربتي في الكتابة للطفل كانت في جريدة أخبار المدينة اللي هي الآن أخبار بنغازي، في بدايتها كانت أخبار المدينة. جتنا فترة في مجلة الثقافة العربية أوقفت المجلة عن الصدور، ما عادش تصدر المجلة، موقوفة، ونحن موظفين جالسين، يعني صحفي عبارة عن موظف جالس على مكتب لا يفعل أي شيء. من أصعب ما يكون أن الصحفي لا يتحرك. قعد عندي وقت فراغ كبير وأنا نشتغل داخل مجلة الثقافة العربية، كانت بداية أخبار المدينة ظاهرة، ويبوا يديروا صفحة للطفل. أنا اقترحت عليهم، قلت لهم مستعدة ناخذ الصفحة، خصوها لي يوم في الأسبوع ونكتب لكم صفحة متكاملة. كان زميلي رحمة الله عليه كمال لوحيشي هو اللي يخرج فيها، فكنت كل أسبوع نقدم صفحة فيها كاملة فيها أدب الطفل. مع مرور الوقت بديت نهتم بهم أكثر وأكثر. الشيء الآخر، اتصل بي أستاذ فهيم الشريف إذاعة الجماهيرية آنذاك، كان أستاذ محمد عبد المطلوب يكتب في برنامج كل يوم حكاية، وبعدين توقف عليه، فاتصل بي أستاذ فهيم الشريف وطلب مني أني أنا نكتب له حلقات كل يوم حكاية. ردينا من جديد البرنامج وبديت نكتب فيه كل يوم حكاية من 74 وأنا نكتب فيه لعند 2007، وهو يومياً 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 حكاية. بعدين بديت مع مرور الوقت درنا برنامج روضة الأطفال كل يوم جمعة، بعدين بدأت بنغازي المحلية، اتصل بي أستاذ رجب العريبي وطلب مني برنامج، قدمت برنامج خاص اللي هو روضة المعرفة، بديت نكتب فيه حتى هو يومين في الأسبوع، حلقتين في الأسبوع مشيت فيه. بعدين بديت برنامج رمضان، في رمضان نقدم الأطفال حكاية وأغنية وفزورة، واستمريت هكذا في مجموعة من برامج الأطفال المسموعة. كنت نشعر أن المسموعة قريبة، ليش؟ لأن الكلمة لما تكتبيها في النطق لها قوة ولها معنى، فكنت نستعمل في التصوير، في التشبيه، في الكلمات الدالة، كل هذه الأشياء أعطاني غنى غير عادي في اللغة. وكنت نجمع، يعني تخيليش الآن في نت تقدر تدخل تجيبي، لكن كنت نشري القصص، نشري الكتب، نشري الدوائر المعارف. عندي هنا في المكتبة كم هائل من هذه الكتب والدوائر المعارف، ونكتب ونألف القصص. بعدين بديت الأهل نشوف في نراقب في أطفال العائلة ونراقب في تفاعلهم مع أهلهم، بديت ندير في سلسلة تربوية اللي هي مغامرات أحمد وبشرة، فكانوا حتى الأهل مرات أمهات يدزن لي رسائل عندهم مشكلة معينة، يقولوا لي المشكلة الفلانية كذا عالجها لنا،
نبدأ ندير عليها مشاهد درامية، والأبطال متاعها أحمد وبشرة. بعدين دخلت معهم، عندي عصفورة واحدة من هواياتي تربية العصافير، عندي عصفورة شوية معاقة ما تقدرش تعيش وسط القفص، فكنت ديرت لها قفص بروحها ولها معاملة خاصة ولها عناية خاصة وكلها. فدخلت مسعودة، عصفورتي مسعودة مع أبطال المسلسل، وبدينا كل يوم عندنا قضية تربوية معينة نعالجوها من خلال هذه الحلقات. وأصبح كم كبير من الناس مرتبطين بها، الأهل حتى لما نمشي في زيارة أو شيء ديري لنا حلقة على كذا، اكتبي لنا على كذا، نبو كذا، أصبح لها جمهور. واستمرت فيها لعند 2003. 2003 بديت في رسالة الدكتوراه، اضطريت أن توقف على أشياء كثيرة باستثناء حاجتين اللي هي برنامج رمضان ما توقفتش عليه، والعمود الأسبوعي ما توقفتش عليه، لكن بقية البرامج توقفت كمرحلة. الدكتوراه مش سهل أني أنا نجمع ما بين الحاجتين. التجربة التلفزيونية بديتها في برنامج تراث وأجيال، طلع منا 3 مواسم في رمضان 3 سنوات. بعدين كتبت برنامج اللعبة الكبرى، هو برنامج في مهارات التفكير للشباب، وخضيت الشباب في المرحلة الثانوية أساس أن يتباروا في كل مرة نطرح عليهم موضوع معين، قضية أو مشكلة معينة، وهم بمهارات التفكير وببطاقات التفكير يحاولوا أنهم يقدموا أكثر من حل لهذه الأشياء. بالنسبة لتجربة تراث وأجيال كانت تجربة جميلة، أخرج لي موسم أخرج لي أستاذ فهيم الشريف، وموسم أخرج لي أستاذ رجب العريبي، وموسم أخرج لي نبيل العريبي. مشكلة الإذاعة المرئية الإمكانيات محدودة، ما فيش الإمكانيات فيجي البرنامج هزيل، المادة مكتوبة. بالنسبة للتجربة الكبرى شوية المسؤولين في الإذاعة لم يفهموا الفكرة فيه، وضيع منها 3 حلقات وأوقف بعدين، إنه هو زي ما تقولي الفكرة ما استوعبوهاش لأنه مهارات التفكير، مع أنه بدينا فيه وبدينا بقوة، ودخلوا معنا حتى جمعية الكفيف، دخلوا معنا الهلال الأحمر، دخلوا معنا الكشاف، دخلوا معنا المدارس، الأندية الرياضية، كلهم سجلنا الحلقات، وكانوا يتباروا كل فريقين في قضية واحدة أو موقف واحد، ويتباروا في حل بعدة طرق هو في مهارات التفكير. لما دخلت برنامج كرت التفكير اكتشفت أن هذا هو اللعبة الكبرى، لكن في ذلك الوقت لم أكن أعرف هذا الشيء. جيت برنامج آخر قدمته توازن، هذا قدمته بعد رجوعي من الدكتوراه. برنامج توازن هو في التربية البيئية، كتبت منه 38 حلقة وموجودات إلى الآن. ما لقيناش من يدعم هذا البرنامج، من يتبناه، تكاليفة صعبة. كان المقترح فيه أن في كل حلقة تسجل في مدينة ليبية للتعريف بالمدن، التعريف بكل شيء. ولما نشوف الآن برنامج الرحالة وغير الرحلات انتحسر على هذا البرنامج، لأن كانت فكرته بهذا الشكل إن نحن، فما كنتش راضية عليها وقفت. الدكتوراه طبعاً تأخرت كثيراً بش حصلت الإفادة للدكتوراه، نتيجة الإجراءات ونتيجة كل أشياء هذه. بعدين جيت، كان القبول متاعي في البداية في بريطانيا على أساس دراسة الصحافة في بريطانيا، وحصلت قبول في الجامعات وكلها، ونسقت أموري كامل أني أنا ندرس في بريطانيا. بعدين أقفلت الساحة البريطانية وتحول الملف متاعي للساحة الإيطالية. مشيت لإيطاليا، ما كنتش راضية على لأن أنا أدرس إعلام، ما كنتش راضية. خذيت دورة لغة إيطالية في السفارة 6 شهور وخذيت، وخلاص أني أنا
نبي ندرس في إيطاليا، حصلت قبول في جامعة، لكن ما كنتش راضية ولا كنت سعيدة بالشيء هذي. بعدين في كنت عند خويا الدكتور السنوسي بن عامر في البيضة، وفي زميلة ماشي دكتور يحضر في الدكتوراه في العلوم البيئية. فهيك صد احنا تلاقينا في حديث حوار شنو هيك قاعد يحكي لي على معهد العلوم البيئية ان في تخصصات متعددة، من ضمنها تخصص كانت تربية بيئية، هي كانت تربية البيئية والإعلام البيئي، تخصص جديد وتخصص حلو. ومدريش انا اصلا يعني كل انشطتنا في الكشفية هي انشطة بيئية، وكل اهتماماتنا بيئية، وكل احنا ابناء الحياة زي ما نقولوا، او ابناء الغابة، احنا عايشين في الخلاء، حياة الخلاء. فالبيئة بالنسبة لي انا تمثل شيء مهم. ايضا عشت في بيت كله زراعة، كله نباتات، كله زهور، كلها طيور، كلها أسماك زينة، كل يعني حياة كانت في وسط الطبيعة، في وسط البيئة، في وسط. شفت هيك قلت خليني نجرب، خذيت فكرة عن المعهد. بعدين سافرت للقاهرة، كنت ماشية نشاط كشفي في المنظمة الكشفية العربية، كان في تكريم، مشيت غادي. بعدين مشيت زيارة للمعهد، لما شفت المعهد وشفت الدراسة وشفت الشيء هذا اللي أنا نبيه، هذا الشيء اللي نبحث عليه من زمان ومش لقيته. حتجتمع هواياتي، تجتمع اهتماماتي، تجتمع طبيعتي مع دراستي، مع الإعلام، مع كل شيء، يعني كله يجمع هذا التخصص. مشيت حصلت قبول عندهم، ساعدني فيه الكشاف، ساعدوني واجد، استاذ فتحي فرغلي حصل لي قبول عندهم، كان في احد الكشافين يدرس غادي جاب لي قبول. مشيت، لما مشيت حصلت مشيت نبي ندرس، تقابلت مع رئيس قسم العلوم البيئيه، هي العلوم التربويه البيئيه، كانت اقرب شيء للتخصص بتاعنا. لما اجتمعت به قال لي عندك، احنا توا نبي نقبله دفعه جديده، لكن ابتداء من السنة الجاية عندنا نظام جديد بالكامل. أولاً حيكون الإعلام البيئي يعني شعبة ضمن العلوم التربوية البيئية، حيكون شيء مستقل، وأول دفعة حتخرجوا أنتم. الشيء الآخر أنه حيكون فيه دراسة مقررات إلى جانب الرسالة، مش رسالة بس، رسالة وكورسات في ذات الوقت أو مقررات. عطلت نفسي، قلت له خلاص أنا نبي الشيء هذا، عندي القبول وعندي كل شيء، لكن مش حنسجل في الدراسة إلا لما تفتح التخصص الجديد. وقعدت في القاهرة. شنو درت في القاهرة في الفترة هذيك؟ أول شيء كان من شروط القبول في معهد العلوم البيئية في دورتين لازم الطالب يجتازن، دورة العلوم البيئية المتكاملة، أنك تلم بجميع مجالات العلوم البيئية، علوم البيئية الطبية، البيولوجية، التربوية، النفسية، كل مجالات العلوم البيئية تلم بها. هذه مدتها 6 شهور، أنا حناخذها تحصيل حاصل، فخذيتها كشرط قبول. بعدين الدورة الثانية مدتها 3 شهور اللي هي تقييم الأثر البيئي، اثنين هذين شرط قبول ناخذهن. قلت أنا بدل ما نسجل ونقعد نراجع، والله هكي خذيتهن واستمرت فيهن. خذيت كورسات اللغة الإنجليزية، خذيت التويفل، خذيت الرخصة الدولية في الحاسوب، هذين كلهن شروط مناقشة وشروط قبول في المعهد. كلهن الفترة اللي نراجع فيها اللي عطلت نفسي قعدت ناخذ في هذين، اشتغلت فيهن واجتزتهن، وبعدين بديت سجلت مع النظام الجديد، وكنا أول دفعة تخرج، وفي نفس الوقت كنت أول وحدة تناقش من المجموعة اللي سجلت في ذلك الوقت. فانتهيت خذيتها واستمرت فيها، مجالها جيد، أوصت لجنة المناقشة باعتماد البرنامج اللي أنا قدمته، لأني نادرت دراسة تجريبية، ولأول مرة تجرى دراسة تجريبية في ليبيا
في العلوم الإنسانية، مع أن الإعلام معنا نعتبره علوم تطبيقية وليس إنسانية. فأوصت لجنة المناقشة باعتماد البرنامج اللي أنا قدمته وتقديمه للدولة الليبية لاعتماده كمشروع وطني. فعلا جيت بالتوصية، اتصلت بالهيئة العامة للبيئة، اتصلت بوزارة أمانة التعليم في ذلك الوقت، اتصلت بهم وقدمت التوصية وقدمت البرنامج بتاعي، وفعلا تم تبنيه وأطلق المشروع الوطني للتربية البيئية من 2006 واستمر لعند 2011 في بشكل هيك خجول في 2012 ثم توقف بعد ذلك. فهذه بالنسبة لي تخصصي في الإعلام البيئي، تخصص لا محدود هنا في ليبيا. تمنيت أن المشروع الوطني للتربية البيئية يستمر، تمنيت يدير، ولكن الظروف الحالية زي على رأي المسؤولين في أولويات. بالنسبة للكتب، بالرغم من بداياتي المبكرة يعني كنت نألف في قصص صغيرة ونألف في كتب، أزعم أنني أؤلف كتب، فكنت نكتبهم بخط اليد ونرسمهم ونوزعهم وندير منها النسخ ونوزع. لكن الطباعة الفعلية اللي دخلت المطبعة ومسكتها بين يدي هي مشروع التخرج متاعي. مشروع التخرج كان عبارة عن سلسلة قصص علمية للأطفال حول الزراعة المنزلية. في البداية لما قدمت للجنة قدمت 8 كتب، 8 قصص. بعدين اللجنة انتقت 4 لأن إمكانيات الجامعة تطبع لي 4 بس. انتقت 4 منهم وطبعت لي 4 قصص موجودات عندي. اللي رسمت لي القصص أختي نفيسة، هي رسامة رسمت لي القصص وأنا درت الكتب. هذه كانت أول شيء، أول إنتاج يدخل للمطبعة ويطلع ككتاب نمسك بين إيدي. استمريت خاطري في الكتب أثناء الفترة، أثناء فترة الدراسة بعد التخرج مباشرة. لو تذكري حدثتك عن المراسلات، هواية المراسلة. هواية المراسلة تجمع عندي عدد كبير من الرسائل وكلها تتناول الألعاب الشعبية في مختلف الأقطار العربية، البلدان العربية مختلف موجودة، وفي نوع من المقارنات الجميلة بيناتهم. قررت أني أنا ندير كتاب وبديت فعلا نكتب فيه، كتبت في 84 درت كتاب كامل. اخترت له عنوان الألعاب الشعبية الليبية وقدمته. كان في دار نشر اسمها دار، ما فيش داعي نذكر الاسم، دار نشر كانت معانا في نفس العمارة بتاع المجلة. قدمت لهم الكتاب وصورت الصور، صورهن لي أستاذ فتحي العريبي. أستاذ فتحي العريبي مش من السهل أن يصور الحد، وطالبة يعني نعتبر نفسي تلميذة في الصحافة ما زلت. فصورت الكتاب وجهزته وسلمته لهم وداروا لي عقد ما زلت محتفظة به إلى الآن. داروا معايا عقد كل شيء، شرطوا علي نسلم لهم الكتاب كلها. أنا عندي نسخة اللي بخط اليد، عندي نسخة واللي مرسومات وكلها عندي، لكن اللي طبعتها على فكرة طبعتها على الآلة الكاتبة اللي موجودة على مكتبي. طبعتها سلمت لهم، وسلمت لهم الصور. الصور شرطوا علي أن النيجاتيف يكون معها. في ذلك الوقت أنا صغيرة وما نعرفش الأشياء هذه ولا أي شيء، سلمت كل حاجة وداروا العقد وخلاص.
بعد مدة بسيطة شهرين ثلاثة هكي فجأة جينا للعمارة لقينا دار النشر غير موجودة، وإذا بها دار نشر وهمية. خذوا الكتب، خذوا كل شيء. أنا ما دفعت لهم شي فلوس، على أساس أن أنا مفترض هم يطبعوا على حسابهم حسب العقد، ويعطوني 20 نسخة وهم يتولوا البيع وكل شيء، شرهم هم كله، يعطوني 20 نسخة منه، هذا في العقد. لكن في ناس أخرى تعاقدت معهم كانت بفلوس، فهم خذوا كل شيء وعدوا، ضاع الكتاب، ضاع الصور، وخلاص ما عادش عندي. بعدين جاتت فرصة أخرى، قعد حلم من أحلامي الكتاب هذاك، وحلم من أحلامي يطلع لي كتاب، لكن إمكانيات ضيق ذات اليد يمنع أني أنا نطبع على حسابي، وما كانش فيه من يهتم بطباعة للشباب، كانش فيه اهتمام للشباب. إذا كان أنت مش مشهور ما حدش يطبع لك. جيت لمناقشة رسالة الماجستير. رسالة الماجستير متاعي كانت حول دور الصحافة، صحافة الطفل في تنمية القيم التربوية، واخذة مجلة الأمل، دراسة تحليلية على مجلة الأمل، ودراسة ميدانية على الأطفال في المرحلة اللي هم 5 و6 ابتدائي. الرسالة قدمتها لجنة المناقشة، أوصت بطباعة الرسالة على حساب الجامعة وتحويلها إلى كتاب. هذه أول فرصة بالنسبة لي حقيقية حولتها، قعدت على الرسالة، حولتها إلى كتاب ونشر فعلا بالمجلة، مجلة النشر في الجامعة، وأصبح مقرر منهجي يدرس في الصحافة المتخصصة، أحد مقررات الكلية. بعد مدة أنا كان عندي اهتمام بالاتصال الإنساني ومهارات التعامل مع الآخرين، وكنت ندرس في مقرر الاتصال الشخصي في قسم العلاقات العامة، مقرر يهتم بالاتصال الإنساني ومهارات اللغة الجسد ومهارات اللغة اللفظية. فدرست لمدة 6 سنوات المقرر هذا، واستمرت ندرس فيه لعند ما تحولنا من قسم إلى كلية، لعند 2007 كنت ندرس فيه، لعند 2008. بعدين بديت نطور في نفسي، بديت أني أنا نشتغل، ما يكونش المحاضرات متاعي نظرية، بديت ندير فين على شكل ورش تدريبية. بعدين بديت مع الكشاف نعطي فيهم دورات للقادة والقائدات في مهارات الاتصال، وكنت برضو متطوعة في الهلال الأحمر، كنت نعطي مع الهلال الأحمر الدورات التدريبية في مهارات الاتصال. بعدين بديت مع مكتب التثقيف الصحي، وبديت نتنقل من مكان لمكان نعطفين، حتى في بعض المدارس يستضيفهم فيها مدارس، نعطيهم للمدرسات، فنتعامل مع الآخرين، أنماط الشخصيات، كيف تتعامل مع الآخرين بشخصيات وفق شخصياتهم وهكذا. على فكرة زمان ما كانش في داتا شو ولا شيء، كان عندي بروجيكتر، سلايد بروجيكتر، وما فيش إمكانية أني نصور، كنت نرسم، حنوريكم بعدين اللي نرسم فيهم، كنت نرسم سلايد الصغيرة اللي هيكي نقعمس عليها، نرسم محاضرة كاملة سلايد صغيرك، لو توا ما نديرهاش نرسمهن، حنوريكم بعدين نماذج منهم، وندير بهم المحاضرة متاعي بالكامل بالسلايد بروجيكتر اللي فرحانة به، وندير فيهم. بعدين بديت في مرة في قسم الإرشاد الصحي، التثقيف الصحي، كنت نعطي في دورة، وجاء أستاذ محمد فنوش، جلس في آخر القاعة، قال لي نبي، هو معنا في الكشاف ومعنا في جمعية الكفيف نفس الوقت، قال لي نبي نحضر محاضرة بتاعك، ممكن؟ قلت له سلام، تفضل أستاذ محمد. قعمس في آخر القاعة، كان معاه ضيف ما خذتش بالي منه، حطيت المحاضرة بالكامل. بعد ما انتهيت جاني هو والضيف وقال لي احنا من شركة الخليج
نبوك تجي تعطينا دورات تدريبية للموظفين اللي موجودين عندنا. نبو زي هذه ديرينا مقترح، قدمت لهم مقترح وبديت في الدورات التدريبية في مهارات الاتصال بالآخرين، ونرسم في المحاضرات ونستخدم البروجيكتر وأنا مبسوطة. استمرت مع مرور الوقت ومع المعلومات وبدأ عندي خبرة معينة وكل شيء، تجمع عندي كم من المعلومات، مشيت حولت إلى كتاب فن الاتصال بالآخرين، هو دراسة في السلوك الإنساني، وأصبح مقرر على طلبة العلاقات العامة، كتاب منهجي مقرر على طلبة العلاقات العامة. واستمريت في الدورات التدريبية. لما مشيت للقاهرة اشتركت في المركز الكندي ديرين في الدورات في التنمية البشرية، خذيت دبلومة في التنمية البشرية، نوع من التطوير الذاتي، وعلى أساس نقدم حتى للطلبة شيء مناسب وأكاديمي وعصري في نفس الوقت. فهذا ظهر لي الكتاب الثالث وهو فن الاتصال بالآخرين. نجي الكتاب الآخر، كنت ندرس في مقرر متاع التحرير الإعلامي وتحرير الصحفي، كتابة الصحفية كتابة، كنت نجمع في المعلومات بالكامل، وكنت نعطي الطلبة في شكل تطبيقات. وأنا كل ما يعني عادة ما نحبش نعطي الطالب مذكرات أو شيء، فقعدت نشتغل على كتاب على أساس أني أنا ندير كتاب في التحرير الإعلامي. بعدين زميلي الدكتور محمد المنفي، كانت الرسالة متاعها رسالة الماجستير فيها جانب كبير عن التحرير الإعلامي وكتابة الخبر، بالذات في كتابة الخبر، اقترحت عليه، قلت له بدل ما يعني أنت اشتغلت شغل أكاديمي وموثق ومحكم وكل شيء، وأنا عندي التطبيق العملي، شن رأيك نديره كتاب مشترك ونسموه المداخل الأساسية في التحرير الإعلامي، أنت تكتب المدخل النظري وأنا نكتب المدخل التطبيقي. نعم. في 2003 سافرت للقاهرة في رباط علمي مقدس تحضير الدكتوراه، نزلت في مقر المنظمة الكشفية العربية، اتخذتها مقرا لي مسكنا وسط أخوة وأخوات. 3 سنوات نقول لهم و9 شهور ويوم قضيتهن بالكامل في المنظمة الكشفية بين أهلي. في ذلك الوقت تطوعت أو انضميت للمنظمة الكشفية العربية، بقيت معهم أتعاون معهم في إنجازات كثيرة، من ضمنهم قدمت 4 كتب، 1 الأول في نظام التقدم البيئي للأشبال والزهرات، 3 الأخريات بالاشتراك مع الأستاذ فتحي فرغلي، الأول مشعل الكشاف ودليل الكشاف وطريق الكشاف، اللي هم مجموعة الكتب في العلوم البيئية أو الأنشطة البيئية، الأشبال والفتيان، مرحلة الأشبال، مرحلة الفتيان، مرحلة المتقدم. برضو في فترة وجودي في القاهرة أعدت من جديد طباعة ونشر كتابي الألعاب الشعبية، حصلت فرصة طبعت على حسابي الخاص تحت عنوان أو تحت اسم طيارة ورق، قدرت أني أنا نطبعه ونقدمه أفضل من الكتاب السابق اللي أسيء استعماله وتم استرداده بحكم محكمة. الكتاب طيارة ورق عطاني فرصة التعرف بناشرين
في القاهرة بناس قضيت معاهم، يعني قدرت أني نتواصل ونشتغل معاهم. هذا بالنسبة للكتاب. رجعت هنا ليبيا، بديت مع مكتب تعليم الفئات الخاصة بالاشتراك مع مجموعة من المتخصصين، درنا دليل في اللغة العربية، دليل الطالب في اللغة العربية، الأطفال لديهم متلازمة داون كيف التعامل. ثم بديت في بعض الأدلة التدريبية الأخرى، زي مثلا مع الهلال الأحمر غيره، قدمنا مجموعة من الأدلة التدريبية. أيضا لما رجعت وزارة التعليم أو أمانة اللجنة الشعبية للتعليم والهيئة العامة للبيئة تبنوا المشروع الوطني للتربية البيئية، قدمت 4 كتب: دليل المعلم، والطريق البيئي الأخضر، والدرب البيئي الأخضر، مسار البيئي الأخضر، كلها في الأنشطة البيئية وكيفية تطبيقها للمدارس الخضراء، برنامج المدارس الخضراء أو المدارس البيئية. استمريت في النشر أو في الطباعة 2010، ظهرن هذه سلسلة الأدلة التدريبية لعندما وصلت في 2011 لما خرجت الجماهير للساحات، كان عندي هاجس أن تفكير الناس قبل 17 فبراير مش حيكون زي ما بعد 17 فبراير. كان عندي هاجس، خايفة على المتغيرات، من المتغيرات اللي موجودة في الساحات أنها تأثر على الموروث الفكري والتفكير الليبيين. فحطيت برنامج لبحث، أنا في الأول ما كانش كتاب، كان بحث. درت بحث نبي نقيس فيه أو نوثق فيه الموروث الفكري اللي موجود عند الناس قبل ما تدخل عليه متغيرات الثورة. وزعت الاستبيان وساعدوني شباب واجدين في توزيعه على الساحات كلها، وجمعت عدد كبير منها. لما استخرجت النتائج وحللتهم لقيت في أشياء خطيرة جدا، في أشياء مهمة في المجتمع، في تفكير الناس، في شن يبوا، شن رغباتهم، شن طموحاتهم، شن احتياجاتهم، شن مخاوفهم، شن مشاعرهم، كل الأشياء هذه موجودة، شن توقعاتهم المستقبلية، شن يعني أحلامهم، كل الأشياء هذه موجودة في البحث. فأشفقت عليه أن يكون بحث ويودع الأدراج، حولته إلى كتاب الموروث الثقافي الفكري وتأثيره في أنماط وتأثيره على أنماط التفكير السياسي في ليبيا. خذيت الكتاب هذا، تمنيت وطبعته على حسابي الخاص ووزعته في كل مكان، وأنا أستجدي المسؤولين أقروا الكتاب بس، شوفوا النتائج، ما نبيش ولا حاجة، ما نبيش أي شيء، نبيكم فقط تشوفوا الناس كيف تفكر وتشوفوا المخاوف الناس، تدرسوا مخاوف الناس. ولكن للأسف لم يجد أذان صاغية وانتهى كما هو، مثل أي كتاب آخر. توقفت بعد 2012 عن الكتابة فترة، الظروف المجتمعية، ظروف التدريس، ظروف الأشياء هذه كلها شغلتني، إلى أن بدأت عندي تفرغ علمي، قدمت مقترح لكتاب على البحث العلمي. إحنا لدينا مشكلة في البحث العلمي، الكتب اللي موجودة عندنا كتب فلسفية، والكتب في فلسفة البحث العلمي، وإحنا محتاجين لمعرفة فلسفة البحث العلمي، لكن الطالب يحتاج إلى دليل تدريبي، يحتاج للدليل التدريبي من أجل أنه هو يعرف كيف يكتب البحث العلمي. فبديت قدمت إجازة علمية، تفرغ علمي، قدمت الإجازة، ومشروع الإجازة أني نكتب الكتاب هذا. تصادف أنه هو بداية الكتابة متاعها في 2014 الإجازة، بديت نجمع، جمعت المادة متاعها. وأنا عندي ممكن نوع من الارتباط الروحاني بالورقة والقلم، لا أستطيع أن أكتب مباشرة على الكمبيوتر، لا أستطيع، لابد أن أكتب الورقة وقلم الرصاص
والمبري من جهتين، ما ينفعش ما نكتب من دونه. فبديت نكتب في الكتاب، بديت نجمع، جمعت المادة متاعها، كتبت الفصل الأول والفصل الثاني، وإذا بالدنيا تقوم وتندلع الحرب. نحن في هذا البيت يعني 52 يوم احنا محبوسين، طلعنا يعني ممر آمن باش قدرنا نطلعه. فشنو كنت ندير لما يبدأ الرصاص والقذايف تقوى؟ ما نعرفش خوف والله شيء، أن نبدأ نكتب 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 بشكل مبالغ فيه. في البداية كنت أكتب في هذا دائما، هذا مكاننا المكتب، هذه دار السكينة هي اللي نكتب فيها. بعدين قعدت نخاف من القذايف، من الروشن، قزاز كله مكشوف. ففي وسط الصالة، في وسط البيت، في مكان محمي من جميع الجهات، حطيت طاولة وكرسي ودرت لامبا، درت توصيل الضي ولامبا قوية باش نقدر نكتب. فأول ما يبدأ الضرب نبدأ نكتب، نحاول أني أنا ما نسمعش، نبي ما نبيش نسمع القذائف، ما نبيش نسمع الرصاص، ما نبيش. بعدين اضطرينا، أجبرنا أن نحن نطلع من مكان أصبح غير آمن، جت قذيفة في المدخل وأصبح غير آمن أن نتواجد، وقررنا الخروج. شنديرة حط الأوراق متاعي في شنطة بالعجل، وأي حد وإحنا طالعين من البيت مانيش شايلة في يدي شيء إلا الشنطة هذه اللي فيها أوراقي وفيها كتابي، فيها جزء كبير أوراق كتابي. كل ما يجي حد بياخذ مني الشنطة ثقيلة، أنا نعيط ونقول ما حدش يقربها، خايفة عليه، خايفة. فالكتاب هذا دليل بحث العلمي، كتب في زمن الحرب، وديما نقول فيها العلم زي الحب في زمن الحرب، يعني علاج من كل شيء. خذيت الكتاب وطلعنا في النزوح متاعنا، كملته طول فترة النزوح. كل ما نبدأ نبي نبكي نطلع الكتاب نكتب، بدل نقول بدل ما نبكي نكتب، بيش ما نبكيش، بيش ما نديرش. فكل حرف فيه، كل صفحة، كل كلمة فيه بموقف، بذكرى، بكل. فهذا نعتبره كتاب أثير، ابن أثير بالنسبة لي أنا. نأتي الآن إلى كتابنا الأخير، وهو كتاب مشترك أو وليد مشترك بيني وبين زوجي إسماعيل الصديق بن إسماعيل. قضينا فيه 3 سنوات و8 أشهر في لقاء يومي، يوميا، حتى لو كنا حتى في بعض الأيام ما نديروا الشيء إلا نحن نشوفوا الأوراق ونعدوهن ونرتبوهن وننظموا، يقعد عندنا مشاغل أو شيء ما نقدروش نشتغلوا، نرتبوا الأوراق والمكان متاعنا. كتاب هذا اخترنا له، هو فكرته فكرة إسماعيل، هو اللي دائما يتأسى بالذات الفترة الأخيرة من اختيار أسماء سيئة للأبناء، أسماء ليس لها معنى. أصبح الجيل الحديث يسمي الأبناء باللحن، بالسمع، يعجب لحن الاسم يسمي بدون ما يعرف معنى الاسم. وللأسف في أحد الأشخاص سمى بنته اسم، ولما بحثنا عن أصوله يعني حرام، البنت حيقعد وصمة طول عمرها معها. فقال هيك فكرته، كان يجمع في أسماء ويحط فيها ويقول يعني إحنا عندنا أسماء حلوة ليش. بعدين طلعت فكرة الكتاب، بدينا نشتغلوا فيه نحن الاثنين، هو يجمع في الأسماء ويطلع من المصحف بالآيات القرآن بالصور، يعني طلع أسماء من أجمل ما يكون. بعدين انتقلنا المرحلة الثالثة، لماذا لا نربط كل اسم بدل ما يكون يعني قاموس تقليدي نحوده إلى موسوعة من المعلومات. بدينا نجمعه وناخذوا أسماء الليبيين، يعني إحنا عندنا من الشخصيات الليبية الرائعة اللي ما حدش يعرفهن، بدينا نبحث ونغوص وندور ونسأله ونجيبه، حتى في ناس ما حدش كتب عليهم إحنا كتبنا عليهم وذكرناهم وجبنا سيرتهم الذاتية وسيرتهم الشخصية. وبدينا إلى أن وصلنا إلى مرحلة خروج الكتاب، وتحمل اسم ومسمى رحلة في أصول الأسماء،
ودرنا له حفل توقيع الفترة اللي فاتت. طلبة في قسم العلاقات العامة مشروع التخرج متاعهم توقيع كتاب، فاستضافونا ووقعنا الكتاب، وهذه كل حكاياتنا مع كتبنا. لا زال هناك كتب كثيرة موجودة. اللي نحب نقوله أن كل ما حولنا جميل، لو نحن نظرنا الأشياء اللي حولنا ليس كلها سيئة، كل شيء موجود في قلبه شيء جميل، حتى الصخرة نقدر نستخرج منها شيء جميل. إذا نحن قدرنا نتبسم في وجه الآخرين، نستطيع أن نحن فعلاً نعيش حياتنا وإحنا مرتاحين. الحياة صعبة هذه الأيام، كل ما حولنا يحبطنا، لكن لننظر ونبحث ونحفر بأظافرنا كي لا نفقد الأمل في هذه الدنيا.